يلا يا حبيبي، يلا يا مازن. احسن قفله. ايه مازن فتحت لك. طيب نشوف عمرو احمد. عمار احمد. يلا يا عمار، ازيك يا مستر؟ ازيك يا حبيبي؟ كده احنا وصلنا لموديل اكزام 3 يا عمار. يلا حبيبي كده جاوب معايا. ابدا اول سؤال. Each of the following is considered of source of light except تمام. all of the following. the eye. the eye. برافو عليك. امال الاي بتعمل ايه يا عمار؟ sight. the sense of sight، صح؟ responsible for sense of sight، مسؤول عن حاسه الرؤيه. هل هي produce yes. light او source of light؟ لا طبعا. لكن الفاير سورس اوف لايت، sun سورس اوف لايت، اللامب سورس اوف لايت، المون نوت سورس اوف لايت. خلي بالكم يا اولاد من النقطه دي. ذا مون نوت سورس اوف لايت، المون مش بيكون سورس. امال هو بيعمل ايه يا مستر؟ ريفليكت لايت عادي خالص، بيعمل ريفليكشن لمين؟ لللايت. اتفقنا؟ برافو عليك يا مازن. يا عمار اقفل. نشوف بعد كده سليمان عادل. يلا نعم يا مستر. حبيبي اسمك ايه؟ سليمان عادل. يلا يا سليمان نمبر 2 كمل. يوم باك 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 ويل يوز سينج سينجينج اللي هي الغنى، يعني الغناء. فور ايه؟ لمبر يعني سي. صح يا سيف، تمام. هكمل يلا. سي اقراها. كوميونيكيشن، صح؟ ايوه يا مستر. برافو عليك يا سليمان. يبقى طبعا بيستخدم هي الغناء ده او الساوند عشان ايه يا مستر؟ كوميونيكيشن. يبقى هو عنده ذات سوبر سينس اوف ايه؟ اوف هيرنج، بيسمع كويس طبعا عشان خاطر يقدر يعمل كوميونيكيشن. ممتاز يا سليمان. نشوف بعد كده هيلانا صح؟ حاضر. نقفل سليمان المايك. شكرا يا العفو يا حبيبي. اسمك هيلانا؟ نمبر 3 يوريها كده هيلانا. What ايوه picture of light helps you see yourself in the mirror. In the mirror. 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 يعني اي خاصيه في اللايت، يعني في اوريدي، يعني خاصيه او ميزه، يعني ميزه في اللايت. هيلب يو تو سي يور سيلف ان ميرور. بنشوف نفسنا في الميرور ازاي يا هيلانا؟ هل ريفراكشن ولا ري لينث ولا شورت ريز ولا ريفليكشن ولا ايه بالظبط؟ ريفليكشن. ريفليكشن، برافو عليك. ريفليكشن. طبعا في ناس بتكتب لي في الشات ايه؟ تمام، حاضر يا ادم. ان شاء الله هخليكم، ولا بدور على اسمائكم والله على فكره. جودي عصام. يلا يا جودي، انا واخدكم الدور على فكره، يعني مش جودي عصام. نمبر 4 يا جودي. جودي مش بتفتح. نورهان فتحت لي يا نورهان. حاضر يا حبيبي، والله كل اللي بيقول لي هجاوب انا هدور على اسمك واجيبه. نورهان فتحت لك. طيب نشوف كده حد. جودي يلا يا جودي فتحت لك. جودي معايا. مي stomach is a part of the digest system that convert soiled food into liquid. برافو عليك. طبعا الستومك يا ولاد از بارت اوف دايجستيف سيستم. الستومك يعتبر، برافو عليكم، الناس بتجاوب اي بي. برافو عليكم حنين وعمار وقاسم، برافو عليكم. طبعا الستومك از بارت اوف دايجستيف سيستم ذات طبعا بتعمل ايه يا ولاد؟ كونفيرت السوليد فود انتو ليكويد. لكن مين بتعمل ابزوربس نيوترينتس؟ دي السمول انتستين. دي هي السمول انتستين. طيب شيمينج فود يا مستر التيست، السنان. Deliver food into stomach, into the esophagus,
مين اللي بتوصل الاكل الاسوفيجس؟ طبعا اللي هي طبعا اكيد الفرينكس والماوث وكده. المهم ان اجابه السؤال بتاعنا هنا مين دور الاستومك يا ولاد؟ كونفيرت السوليد فود انتو ليكويد، يحول الاكل السوليد لليكويد. تمام، برافو عليكم. تزريدك يا جودي. نشوف سلمى مجدي. سلمى مجدي يلا يا سلمى. حاضر يا محمد، فتحت لك يا سلمى. طب ارفع ايدك يا محمد. محمد سلمى مش فتحت لك يا سلمى. نورهان، انا خليتي تجاوبي يا نورهان. طيب نشوف بعد كده. مازن تامر، ارفع ايدك يا مازن. طيب عشان مش شايفك اهو. يلا يا مازن فتحت لك. وادم حاضر. العفو يا عمار. يلا يا مازن اللي بعده يا مازن. ان شاء الله باذن الله بطمن عليكم باذن الله كلكم شاطرين. يلا يا مازن complete the following. an animal that can escape يهرب يعني from enemies. Enemies because of the presence of snake because of the length of its ركز of its hind leg. عنده رجلين خلفيه طويله. مين الانيمال ده؟ انت الجربوع. ايوه الجربوع صح. جربوع ده اللي يقدر ينط لانه عنده ايه اللي كده. الحاجتين يا ولاد يا مستر حضرتك ما سمعتنيش اول مره. انت قلت ايه؟ قلت سنيك صح؟ لا اول مره لما انا اول تاني واحد اجاوب. لا يا حبيبي ما خدتش بالي. تمام برافو عليك. المهم عرفتي دي. طب انت عارف دي ما شاء الله عليك. جربوا صح كده؟ ماشي برافو عليك. شوف حد تاني. انا بدور على الناس اللي عايزانا انت عايزه تجاوب دي. بدور والله على اسمائكم مش لاقيكم. ماي بنجاوبت اللي وراها اهي. حاضر يا محمد. طيب عشان ثانيه واحده نشوف. في مروة. شوف جوفاني. يلا جوفاني نقلل الشات شوية عشان تركزوا. يلا جوفاني نمبر 2. في ناس بتجاوب اهي. طب جوفاني مش بيجاوب. توماس يلا يا توماس فتحت لك. يلا حبيبي تمام معايا؟ مين ميكس اند جرين ذا فود انسايد ذا ماوث؟ سلافيا. لا مين اللي بيعمل ميكس؟ ميكس اللي بيخلط. خلي بالك وبيعمل جريند حاجتين. مين بيعمل جريند الاول؟ جريندنج فود بيطحن الاكل. تيث. التيث برافو عليك. السنين. مين بقى بيعمل ميكسنج بقى كمان مع اسنانك كده وانت عمال تاكل؟ هي ميكسنج والسلايفا برافو عليك. لكن مين بيعمل التانج؟ برافو عليك. الاول هنا التيث اند التانج. طبعا في نموذج بيعمل ايه يا مستر؟ بيعملوا ميكسينج جريند ميكس اند جريند فود انسايد ذا ماوث. برافو عليك يا حبيبي. تمام نشوف بعد كده اللي عايز يجاوب. روان محمد. هشوفك يا روان. يلا روان. يس. اللي يا روان اللي بعده. مانجروف تري جرو ان سولت ووتر. مانجروف تريز. برافو عليك. شجره المانجروف دي يا اولاد فاكرين في فيديو الشرح كنا بنقول ان هي جروز ان بتنمو في طبعا سولتي جروز ان
salty water. Salty water. برافو عليكي يا روان. ممتاز. نزلي ايدك بقى. نشوف بعد كده مين تاني عايز يجاوب. نشوف يوسف. يلا يوسف. كمل يوسف. يوسف فتحت لك المايك. Yes, miss. يلا حي. المانجروف تري. انت عارف خلاص المانجروف تري دي بتنمو فين؟ Trees grow in salty water. يلا حبيبي بعدها بقى. The lungs are one. ايه السؤال؟ The lungs are one of the important organ in the respiratory. برافو عليك. Respiratory. ممتازين يا ولاد ما شاء الله عليكم. شوفوا نفسكم على اليوتيوب. Respiratory system. يبقى هنا lungs are one of the important organs in the respiratory system. برافو عليك يا حبيبي. تمام. نشوف بعد كده حد ما قالش. جينا عمر. يلا يا جينا فتحت لك يا جينا. يلا اقرا السؤال الاول. عندنا بقى طبعا زي ما احنا متعودين يا اولاد سؤال بيجي اول سؤال بيجي تشوز، السؤال الثاني ممكن بيجي كومبليت او ترو اور فولس، السؤال الثالث هيجي لك حاجه زي كده زي ما شفنا واحده بتاعت الكاو. تمام. هنا واحده بتاعت اللايت اهي. يلا يجينا لنا السؤال. Answer the following. Which of the following surface represents the reflection of light rays from a wooden spoon and what is the reason? And what is the reason? يعني يا ولاد فهم يجينا السؤال. طبعا هنا اسئله ثواني يا جينا معلش في بعض الاسئله يا اولاد بتيجي عشان تشوفوا انتوا فاهمين ولا لا. تمام. يلا هتقولي مين بقى هي فين اللايت بيحصل له ريفليكشن من وودن سبون؟ هو بيعمل له ريفليكشن بطريقه ريجولر اول ما بيبقى على سموث ماتيريال سيرفيس. برافو. او ماتيريال. برافو. امال بيكون اير ريجولر لو كان ايه ماتيريال؟ على رف ماتيريال. كويس قوي. طب تفتكر الودن سبون دي رف ولا سموث؟ معلقه الخشب. رف. رف. برافو. يبقى ويتش فيجر ايه؟ ويتش فيجر اي شكل؟ بي. بي. برافو عليك. طب السؤال كده وات از ذا ريزن على وزي ما قالت جينا. قولي يا جينا تاني. Because it is. أنا مش سامعة يا مستر. لأن هي بتكون إيه؟ Because it is a smooth material. لا wooden spoon. Rough, 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 rough. Rough, rough material أو rough surface. تمام يا ولاد؟ يبقى أقول له طبعاً الـ B because it is a rough surface. ممتازة يا جينا. Thanks, mister. شيماء. نشوف بعد كده احمد اسامه. يلا يا احمد فتحت لك يا احمد. احمد ما ردش. طيب نشوف فارس. ها احمد معايا؟ يلا يا حبيبي. Note the following. لاحظ الشكلين دول. سامعني؟ يلا اقرا كده يا احمد. Identify. Not the following two figure. Identify. Identify. تعرف يعني. Name. The name. Each of. Each of the two process. ايوه. In figure one, two. In figure one and two. يلا يا. Figure one refers to which process. Figure A. Figure A. Figure A will be a one of the انت الهواء هنا. Figure A معايا؟ Figure A. الاير enter the lungs ولا go away from the lungs أو expelled from the lungs يعني بتطرد؟ يا رقم A. Figure A ده بقى الاير enter ولا expelled؟
بيطرد بيخرج جو اوت بيدخل بيدخل. شايفين السهم يا اولاد؟ سامي كل الهواء داخل اهو صح؟ من فوق الهواء داخل. امال يا مستر ايه اللي بيحصل للتو لانجز؟ بيكبروا. شايفين السهم ده معناه ان ال ان التو لانجز بيحصلهم انكريس ان سايز بيكبروا. طب السهم ده يا مستر بتاع ايه؟ الديافراجم. الديافراجم بينزل لتحت عشان يوسع صدرك. شايفين بينزل السهم لتحت ازاي؟ اهم حاجه انت تركز على الهواء. الهواء فين؟ داخل يا مستر. اكبر ايه كده يا احمد؟ صح؟ قفلت؟ طب جينار؟ جينار؟ كان فارس سوري اه. جينار فتحت لك. جينار معايا؟ سلمى؟ هقول يا جينار. ايه الانهيليشن؟ برافو عليك. انهيليشن ايه العلاقه بتاعتك زي ما في الامتحان؟ هيا جينار تعرفيها ازاي لو جات لك في الامتحان؟ جينار معايا؟ سامعاني؟ صوت بس بيقطع شويه. طب كده سامعاني؟ بقول لك تعرفيها ازاي لو جات لك في الامتحان ان هي انهيليشن ايه؟ انهيليشن يعني بريز ان. هعرفها لو هعرفها لو زي لقيت السهم زي بيخش على جوه كده. اه الاير طبعا انتر ذا تو لانجز اند ذا سايز اوف ذا لانجز. بيحصل له ايه؟ حجم اللانجز بتاعتنا انكريس يا مستر. الرئه بتكبر اهي صح كده؟ برافو كده. طيب بعد كده ماشي جينار ممتازه. نشوف سلمى منتصر. سلمى الو. ايوه يا سلمى. فيجر بي. ايوه فيجر بي يا سلمى. فيجر بي. فيجر بي سامع؟ فيجر بي يا سلمى. فيجر بي اه ويتش بروسيس. بص بقى المره دي الهواء خارج اهو. شايفين الهواء خارج والسايز بتاع اللانجز بيقل بتظهر اهي. بصوا شايفين؟ يبقى يعتبر ايه ده يا سلمى؟ ويتش بروسيس؟ عندنا انهيليشن فيجر ايه؟ اكس اكس عادي مش سامع. طيب الصوت مش واضح. ثواني يا سلمى. يا سلمى طيب. يا سلمى طيب اه كده معاك. اه فيجر بي بيعتبر ايه بقى؟ اكسهيليشن صح؟ اه اه لان الاير بقى خارج المره دي يبقى عندنا اكسهيليشن. تمام برافو عليك. شيل المايك. عايزين نشوف فين يا ولاد عايزين يجاوبوا. ثواني بيقول انا ده مين؟ ثواني انا ما جاوبتش. محمد رشاد وادم علي. طب نشوف محمد رشاد وبعد كده ادم. ادم علي نعمل سيرش بس على الاسم. يلا يا ادم. يلا حبيبي تمام معايا؟ موديل اكسبوريال. نشوف الامتحان الرابع ونتدرب عليه. عمر wanted to make a suitable box through which he could see what was inside without having to open what material should be used. اه فاهم السؤال يا ادم؟ نعم فاهم السؤال؟ اه فهمنا كده؟ عمر عايز بوكس ويشوف ايه اللي جوه البوكس ده من غير ما يفتحه. جاوبوا يا ولاد في الشات. يلا حبيبي ها. ترانسبيرنج بلاستيك. ترانسبيرنج بلاستيك برافو عليك. هو عايز زي ما انت قلت ممتاز برافو عليك. احنا عارفين الترانسبيرنت ميديوم اللاو لايت تو باث ثرو ات هيخلي اللايت يعدي. فهو عايز يشوف ايه اللي جوه الصندوق من غير ما يفتحه. يبقى زي ما قال يا ولاد
نستخدم transparent plastic material. برافو عليك يا ادم. تعال نشوف بعد كده سيف. نشوف سيف. يلا يا سيف. ايه مستر. يلا يا حبيبي سامعني تمام؟ ايه؟ سامعني كويس؟ اه. يلا. Ancient Egyptian invented a writing system which is made up of. ايوه. المصريين كانوا زمان بيستخدموا writing system. نظام كتابة. Made of هل سيمبلز و تي فورم اللي هي نظام الكتابة اللي احنا قلنا عليه. مستر انا مستمع حضرتك الصوت راح. طيب. جاوب السؤال يا سيف. تعرف تجاوبه؟ أنا مش فاهم الجملة. طب بقول لك الـ Ancient Egyptians المصريين القدماء invented اخترعوا سامعني؟ Writing system نظام كتابة اللي هو اللي طبعا الهيروغليفكس عارف الكتابة الهيروغليفية اللي احنا قلنا عليها؟ طيب عبارة عن إيه بقى؟ هل symbols ولا drawing letters ولا uniform and letters ولا symbols بس؟ رموز بس؟ drawing and letters. لا ما كانش فيه حروف. هل كان فيه حروف يا يوسف؟ هل عملوا حروف المصريين القدماء؟ مستر انا بصراحه ما ذاكرتش الدرس ده. طيب حاول. ماشي يا حبيبي. هو عامه بيكون عباره عن ايه؟ الناس اللي بتجاوب بتجاوب فين؟ تقول لي يا مستر هو عباره عن سيمبلز. السيمبلز اللي هي رموز يا يوسف. ماشي يا حبيبي. يعني المصريين القدماء عملوا رموز اللي هي على شكل عصافير بقى وطيور زي ما بنشوف كده في الكتابات. يبقى عباره عن ايه يا اولاد؟ سيمبلز رموز. الناس مجاوبه هنا ورهان مجاوبه وادم ومايا. حاضر يا مايا وردينا. حاضر يا ردينا. نشوف ردينا. يلا ردينا محمد. فتحت لي كيرودين. Teacher, what these are most helpful to a desert plant? الإجابة يكون long deep roots. ليه رودينا؟ علشان النباتات اللي بتكون في الديزرت بتكون محتاجة long deep roots علشان تقدر إنها توصل للوتر اللي under the ground. برافو عليك ممتازة ما شاء الله عليك. طبعا احنا عارفين يا ولاد في الديزرت طبعا في leakage of water نقص في المية وربنا خلاهم يبقى عندهم long deep roots. To reach to a large amount of water عشان توصل لأكبر كمية مية. تمام؟ برافو عليك يا ردينا. يبقى long deep roots. شو بعد كده؟ مية. يلا يا مية. هاي. سامح. مية فتحتي؟ يلا. Samah drives his bike and while that he hears a car behind him, he turns away so as not to hit it. The system that received a signal made Samah realize that is nervous system. Nervous system. فاهمين السؤال كده يا مايا؟ يعني هو ماشي لاقي ايه؟ في بايك وراه، في عجله وراه صح؟ اه. فعمل ايه بقى؟ فابتدى يا مستر يبعد كده away turn away ابتدى يلف ويبعد. تمام؟ as he not to a hit it او hit him المفروض عشان ما تخبطوش. طب ده معناه ايه يا مستر؟ مين السيستم اللي ريسيف السيجنال دي؟ اكيد طبعا ده يا مستر اللي هو ايه؟ nervous system. برافو عليك يا مايا ممتازه. نشوف مين تاني عايز يجاوب. بعد اذنك يا مستر ممكن اقول حاجه؟ قول يا ماي. حضرتك هما كلهم بيفضلوا يعني يكتبوا الاجابات في التعليقات فيعني اللي بيقوم بيلاقي الاجابات في التعليقات وممكن تكون غلط. ما انت ركزي معايا يا ماي. انا عايز بس عشان زمايلك يشاركوا معانا ما يبقوش قاعدين كده ما يشاركوش. تمام؟ انت بيشوشوا يعني بيشوشوا اللي قايم عامة. حاضر طيب تمام طيب. هحاول اوقف التعليمات. حاضر اوقف الشات. ما مشكلة دي اراء بقى. في ناس تحب الشات يبقى موجود وناس لا. ماشي اوكي. يلا كومبليت ذا فولوينج. ممكن تقفلي انت الشات يعني ممكن تقفلي
الكتابة لو تعرفي، ما تخليهاش بس تظهر عندي. تطلع لي كده. اوكي اوكي ماشي هحاول. تعال نشوف بعد كده في دكتور ياسمين، او دكتور ياسمين فتحت لك كومبليت. يلا. The light. What happened? What happened? Oh. Until you see this red flower. شايف اللي... اسمك ايه الاول يا حبيبي؟ انا اسمي نورهان. نورهان، يلا يا نورهان. شايف الراجل اللي بيبص على الريد فلاور دي يا نورهان؟ تمام. اللايت الاول بيجي ازاي؟ فولوني. تعرف تقولي لي اللايت الاول بينزل على الفلاور. على الفلاور، then then it is reflected on the eyes so the on the eyes so the eyes we can هتبقى flower. ممتازة. الأول اللايت then reflected on the eye. مستر أنا مش سامعاك. كملي كملي. red flower then reflect on eye so so كملي. So transmit the message to to brain. برافو عليك. To brain then it interprets يعني كلمة interprets يعني يفسرها. تمام يفسرها. برافو عليك. تمام. يعني اللايت يا ولاد follow on the flower. اللايت ينزل على الفلاور الأول then reflect on eye يرجع للعين تاني and the brain طبعا interprets يعني بيفسر the translate state أو يعني translate it يعني بيترجمها بقى إن دي وردة لونها إيه؟ لونها أحمر. ممتاز. شوف بعد كده. شكرا يا مستر. عفوا يا نورهان. بعد كده هلا جلال. يلا يا هلا. فتحت لي. حاضر يا منى وليد. حاضر. وآدم علي. حاضر. هلا فتحت لي. نمبر 2. The cactus plant has spines that protect it from being eaten by desert animals. And this is, and this considered, is considered a form of. ده يعتبر ايه؟ اسمك ايه الاول؟ اسمك ايه يا حبيبي؟ حلا. اسمك حلا سوري. حلا. يلا يا حلا. الكاكتوس بلانت النبات الصبار يا حلا، معاني كويس تمام؟ الكاكتوس ليه في سباينز كده، في اشواك كده؟ تو بروتكت ات فروم بينج ايتن. تمام؟ بروتكت اتسيلف فروم. طيب ده يعتبر ايه؟ مستر انا مش سامع حضرتك، الصوت حضرتك بيقطع. ده يعتبر ايه يا حلا؟ يعتبر ايه كده؟ طيب وفي ها behavior adaptation. برافو عليك. ده يعتبر instructional adaptation عشان ده في البطن يعني. معني حالة؟ يبقى اسمه ايه؟ instructional adaptation. instructional adaptation فاهمة؟ ماشي حال. شوف حد تاني. نشوف جمانة أحمد. يلا يا جمانة فتحت لك يا جمانة. ازيك يا مستر؟ ازيك يا جمانة؟ ما جاوبتيش خالص صح؟ يلا يا جمانة. The diaphragm rise up during the inhalation. طيب ركزي معايا ركزي معايا. ادي بالراحه. ادي اللونجز اهي.
استني استني. الديافراجما رايزز اب يطلع لفوق ديورنج ايه؟ هو بيضيق اللانجز عندك، بيضيق صدرنا صح؟ عشان يطلع مين؟ الاير. الاير. اه يبقى دي كده اسمها ايه؟ ايه؟ سامع حضرتك. كده يعتبر ايه؟ اي عمليه؟ ويتش اوبريشن؟ ايه اه انهيليشن. ان ولا اكسهيليشن؟ اكسهيليشن. اه يخرج الهواء صح ولا لا؟ تاني يا ولاد. بصوا كده. اه بصوا يا ولاد، ادي اللانجز اهي. لما الدايفراج يطلع، لما الدايفراج يطلع لفوق خليك فاكر. رايزز اب. يبقى انا بضيق صدري عشان الهواء يخرج. تمام؟ اقفلي يا جمانة. يبقى انا بضيق صدري يا ولاد عشان الهواء يخرج، يبقى ده اكسهيليشن. اكسهيليشن. طب لو الدايفراج موف داون، لو نزل لتحت، يبقى انا بوسع صدري عشان الهواء يدخل. يا رب تكونوا فاهمينها. نكمل. نشوف مين تاني عايز يشارك. ادم ايمن. نشوف ادم ايمن عشان بقاله كتير بصراحه كاتب. ادم. ادم ايمن. يلا يا ادم فتحت لك. مازن. ازيك يا مستر؟ يلا يا ادم. ازيك يا حبيبي؟ يلا اكسبلين. ارفعها شويه. يلا يلا يا ادم. Leaves of plants that float above the surface of the water are so wide that they can absorb a large amount of sunlight. برافو عليك. فهمت السؤال كده يا ادم؟ ها على السؤال. Leaves of plants ليه؟ اه هو ادم ثمانيه. مستر مش سامع حضرتك. ثمانيه كده؟ اه بيقول لك ليه الليفز اوف بلانت اباف ذا سيرفيس اوف ووتر. بتكون بقى انت قلت ايه؟ هو بيقول لك ليه عريضه كده؟ فهمنا بس السؤال. عشان تعمل ايه؟ تو ابزورب زي ما انت قلت. تو ابزورب لارج اماونت اوف سان لايت. برافو عليك. تو ابزورب لارج اماونت اوف سان لايت. ممتاز. يبقى هنا يا ولاد ايه؟ تو ابزورب. ايه في ادم؟ شكرا يا مستر. سان لايت. ممتاز. To absorb sunlight. اللي بعده. حد استنوا كاتب حاجة بيقول لي مستر. لا ثواني 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 نوقف الشات شوية لحظة. حد لسه كاتب سؤال. على الإكسهيليشن أنا لمحت بعينيك. أيوه. مستر مش المفروض rises up يبقى inhalation. لا لو الدايفراجم rises up يبقى إكسهيليشن. لكن لو صدرك هو لو الماسلز او الريبس الضلوع بتاعتنا هي اللي رايزز اب يبقى انهيليشن. فاهمين قصدي؟ تمام؟ يعني فتح قفل يا قفل يا ادم. تاني يا ولاد كده. بصوا. لا ادي اللانجز اهي. لا ادي اللانجز اهي. لو الريبس بتاعتنا اللي هي الضلوع بتاعتنا هي اللي رايز اب، يعني هتلاقي صدرك بيطلع لفوق. ده كده انهيليشن. لكن لو الدايفراجم ماسكل، الدايفراجم نفسها هي اللي طلعت فوق، اللي هي الماسل ديت. لا الماسل دي يا مستر معناها ان انا بطلع الهواء، بطرد الهواء. تمام؟ يبقى الدايفراجم غير. يبقى اقول له كده ايه؟ كده اكسهيليشن. اكسهيليشن. طب لو الدايفراجم نزلت لتحت يعني الماس كده والدايفراجم نزل لتحت نزل، يبقى انا بوسع صدري عشان يجيلي هواء، يبقى انهيليشن. تمام يا سيف؟ يا رب تكون فهمتها. لكن بقى لو الريبس بتاعتك هي اللي موف داون، صدرك نزل لتحت، يبقى اكسهيليشن. فنفرق، هو بيسال على الدايفراجم ولا بيسال على الريبس اوف تشيست اللي هي عضلات الصدر او اللي هي طبعا يا ولاد الضلوع بتاعتنا. تمام؟ نكمل. نشوف حد تاني عايز يجاوب.
في حد ثاني ولا معلش؟ زياد محمد سعد. زياد محمد سعد. حاضر يا جينار. طيب ثانية مستر ريناد رمضان بليز يا مستر. حاضر أشوفك يا ريناد. يلا يا ريناد، مش عارف أوصل لك خالص يا ريناد، فتحت لك. يلا يا ريناد اللي بعده. حاضر. Camels can move each of their eyes in a different direction. To hide from predators and hunt its prey. Avoid predation or predators. عشان يا مستر تتجنب البريديتورز بتاعتها لما بيفتحوها. and hunt preys. شكرا يا مستر. preys العفو يا رينات. طيب ثانية واحدة جماعة، هدوا الشات شوية عشان اعرف اللي عايز يجاوب. في ناس ما جاوبتش خالص، اللي بيعمل faces كتير. محمد مستور، يلا يا محمد فتحت لك يا محمد. نعم يا مستر. يلا حبيبي مودري اكزام 5. يلا اخر مودري اكزام. تمام يلا يا محمد. ايه راول سؤال؟ this can